نقول ألف مبروك للفريق الفائز معنا في هذا الأسبوع، ونقول له ألف 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 مبروك هو فريق. تفضل يا تركي. شكرا جزيلا. هذه هدايا حنعطيها للفريق الخاسر، فأعطوا فريق طيب. هذه الهدايا يا جماعة هياخذها مين؟ الخاسر. فنقول أعطوها لفريق الرواد. طيب أنا الصراحة الهدايا عجبتني هنا. بس ال يعني ها راضين لو بنخسر ولا اقول لك غيرت رايي خليها هنا. الفريق الفائز معنا في هذا اليوم، ونقول له يا فريق الرواد اعطوا الهدايا لفريق الرواد. اعطوها للرواد. الف مليون مبروك للفريق الفائز معنا في هذا الأسبوع هو فريق مين؟ هو الرواد. الحمد لله. مبروك مبروك، يعطيكم العافية. الحمد لله. شكرا لكم يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله الحمد لله. يا سلام، مبارك مبارك للفريق. يا سلام، مبروك لفريق الرواد استمرارهم ما شاء الله تبارك الله. ايش حابين تقولوا يا محمد ويا خالد؟ بس كلام قلتكم. ابو محمد ايش تقول يا محمد؟ ها عادي قول. طيب انت كن مبسوط معانا في المشاركه وكذا واستانست؟ زعلان صح؟ اكيد. ها كله خير صح؟ اكيد. ويعني الواحد اكيد يعني يزعل على انه يغادر هذه البرامج الحلوه والاشياء الحلوه. فاحنا نقدر مشاعركم يا محمد، ونقدر مشاعرك ايضا يا خالد. وانا اقول لكم الجمهور حبوكم زي ما انا حبيتكم يعني، فكنتوا اخواني الصغار، وانبسطت انكم انتم ما شاء الله تبارك الله كنتوا معنا هنا متحمسين ومتفاعلين، ودخولياتكم كانت جدا مميزه. وكنتوا تحبوا المشاكل معايا ما ادري ليش يعني. فالله يعطيكم الصحه والعافيه. فايش حاب تقول يا خالد؟ نفس الكلام اللي قلته. ها؟ نفس الكلام اللي قلته قبل شوي. يعني نعيده؟ طيب الله يعطيهم الصحة والعافية، شكرا لكم، مبروك لفريق الرواد استمرارهم الأسبوع الكم دحين ما شاء الله؟ هذا القادم الأسبوع الخامس بإذن الله. الآن الأسبوع القادم حيجيكم فريق، شدوا حيلكم معاه.